التعاون. عطوني اثقل حاجه، عطوني اثقل حاجه. مخاصمه بس نصور كامل اللي داز داك. مشاكل دروس. شكرا بزاف، الله يبارك فيك. حتى حاجه ما كانت متوقعه من هذا المشهد، حتى لقيت راسي وسط مزيج ديال الاحاسيس المخربقه. نعاود لكم الحكايه من الاول. لونسيت في انستغرام بلي غادي نسافر لشي بلاصه، وصلوا بزاف ديال الميساجات بزاف ديال المدن، وما تجي في عيني غير كلمه لا كاتيدرال. اون فوا سمعتها تفكرت شنو طرا في نوتر دام اللي تحرقات في باري. قلت المغرب حتى هو فيه كاتيدرال اللي صايبتها الطبيعه، حتى للدرجه كاينه شي بلاصه بحال هكا في المغرب. كيما ردني صاحبي كتعيط لهم كيلعبوا في بابجي، ما فهمتش انا بابجي بابجي بابجي. ها هو كيقطع عليا صاحبي. لا هو الله تيلي كتكون تحت الشارع ديال صحاب الطياب. ايوب عمارين كيفهم في كل شيء، صيفطو يجيب لك ببوشه من الشينوا يجيبها لك اقل من النار. ما فكرت جوج مرات وجيت وجمعت داكشي اللي خاصني ندي معايا بلا ما نفكر، ونلقى راسي جامع صحابي وكنقول لهم يلا نمشيو. نمشيو لواحد القدر اللي كله صدق. واه كاع شكون غيبقى فيا في هادشي كامل؟ واه كنت باغي نهز معايا، كنت باغي ندي معايا، ولكن هو كيتخلع حيت واحد النهار يخرج برا الدار ويتخلع. لصق فيا مبقاش باغي يطلق مني. المهم غنخليه هنايا في طلع هاد اليومين. كل راجل صافي ها يلا بوش بوش. الوجهه هي كاتيدرال في واحد المنطقه اللي سميتها امسفران اللي كاينه في الضواحي ديال بنملال. شدينا الطريق بلا ما نعرفوا راسنا فين غاديين، واول حاجه تواجهنا هي الرويده التبيس، ونوقفوا نقادوها باش الوجهه الاولى تكون هي بنملال باش نتقداو كاع داكشي اللي خاصنا من جنب. نشلق راسو حقيقة كرام تشوف الحبس كتشباع مانا السيج دوك لي ماتشو على البلاد حيت مبخاوش. وصلنا لواحد السوق، خدينا الخضره العطريه اللحم البيض والخبز، حيت ملي كتسمع شي حاجه اللي سميتها جبل كتبغي تشري اي حاجه كتكال تهز معاك. سولنا واحد مولين طاكسيات على الطريق وعلمونا باللي سبقونا جوج ولاد وبنت حتى هما ولاد كازا. قلنا بعدا غادي تكون لوناسه. شدينا الطريق. سيمو يقدر يخبط بيك من طنجه حتى للكويره بلا ما ينعس، ولا دار معاك الكلمه يقدر يسمع في كل شيء باش يوفى بها. اين اللي بس رايت الحقيقه والداري والداري سبحان الله. دابا انا تقريبا هي الطريق اللي كنا سلكنا كتبان كامله من هنايا، والهيه الى بان لكم راه تما كتصب الشا، هنا كتصب الشا هنا ما كايناش. واو نسرو تاني في مشكل اخر اللي هو الطوموبيل عطات واحد الريحه اللي ما كتبشرش بيها. لاجودان ديك البلاصه قال لنا باللي كان تابعنا حيت كيجيو بزاف ديال الناس هنايا كيشفروا البهايم من الدواور الاخرين، ونصحنا نباتوا في واحد المنطقه اللي سميتها تشيلكيت. قال لك باللي حيت بقينا غاديين وكنفراني وحيت كانوا قدامنا واحد الناس ما بغاوش يحيدوا قدامنا، هما اللي كانوا كيفراني وسكيف حنا ولينا كنقدروا خصنا بزز منا نفرانيو بحالهم، حتى سخن لها البلاكيت ديال الفران بزاف وهنايا خصنا نتسناو شويه تشبرد. هادشي اللي قالنا السيد، ومني سولناه قلنا ليه راه خصنا نطلعوا للكاتيدرال. قال لنا واش غتمشيو لها فهاد الجو هذا؟ واش كتقلبوا على الموت؟ راه باقي لكم اكثر من جوج سوايع ودابا راه طاحت الظلمة نورمالمون. والصراحه انا باغي نبات تما، يعني غادي صح بغيت نعس تما بغيت نبات تما، انا عارفه شويه صعيبه ولكن غنديروها ان شاء الله. مني وصلنا لتلقيت اللي وصلنا بها لاجودان حلفنا حتى نديروها في يد الله ونمشيو حتى للكاتيدرال عاد نعسو واللي ليها لا. الجو ما كانش كيبشر بالخير مره، الطريق ولا كانت فيراجات كانت كل الاحفار. من ورا بزاف ديال الخلعه كاتيدرال عتي كتبان واعره بزاف، واحد الفيو راه سبحان الله كتبان واعره بزاف. وهنا غادي يجينا واحد المشكل جديد، هو فين غادي نباتوا؟ الطريق صعيبه بزاف ومازال كتصب الشا وكاين الغيس بزاف، ما نقدروش نعرفوا حتى الطريق كيفاش. لقينا واحد السيد سميتو سعيد هنايا غادي يبيتنا عنده حتى الصباح ان شاء الله.
Paraît que le pouvoir s'achète. Liberté, c'est tout ce qui nous reste. La créativité, c'est un objet qui est بسيط اللي كيبان للناس عادي, ولكن المخيلة ديالك اللي كتخلي يعني لك شي حاجة ما كتبانش لكاع دوك الناس. مثلا لا تخيلنا السماء هادي, هذيك اللعيبة اللي كيعبروا بها الرياح, ولا تخيلنا نيت في نفس الوقت راهي, وفي نفس الوقت ثاني تبان لك شي بنت هنايا واقفة على الحافة ديال شي جبل وطالقة يديها بجوج. وفي نفس الوقت ثاني تخيل الحافة ديال هاد البلاصة هادي هي شي بلاصة اصلا عامرة بالثلج وشي واحد غادي كيتزلق منها. نورمالمون هادي هي لا كرياتيفيتي, هي انك تستغل لي زوبجي اللي كيبانو للناس اللي حداك عاديين, اللي قدروا ممكن يضحكوا عليهم ولا كيف ما يشوفوهاش, ما انت تاخذ منها داكشي اللي كتخيل انت وتردها اوبجي بصح تكون بين انت اللي كرياتيف, اولا تشد بريكه وفي الوقت اللي اصلا كيشوفوها الناس عادي بحال هكا بريكه اللي كتشعل بها العافيه عادي بحال هكا, لا انت تستغلها وتخدم المخيله ديالك وتاخذ منها داكشي اللي بغيتي انت تخيله. مثلا نقدروا نتخيلوا هاد البريكه هادي باتشاس اللي كتلوح دابا هو الاحتفالات ديال الشعوب الاصطناعيه ديال شي بلاصه. وانا في بلاصي بغيت غير امتى يصبح عليا الصباح باش نشوف واحد التحفه بنت ليا من بعيد واخا كان الظلام على الله الصباح كي غادي تكون. من بعد اول حله عين كتحس لاول مره ببرد قيسك نقي بلا صداع الناس وبلا صداع الطوموبيل. حتى كتلاقيك تشوفها مع واحد التحفه طبيعي. اول سؤال كان هو بشحال غنخلصوا سعيد؟ علاش ما دواش معنا على الخلاص البارح؟ الناس باقي فيهم الخير اصاحبي, ملي مشينا نخلصوا هاد السيد اللي مشينا نباتوا عنده مشاو عنده الدراري باش يعطيو الفلوس, حيت ملي دخلنا لقينا بزاف ديال السدادر وبزاف ديال البلايص, يعني باينه هذيك البلاصه مديوره باش ينعسوا فيها الناس. مشينا نخلصوا قال لك لا ما تخلصونيش, انا هاد البلاصه دايره لاي واحد كيتقطع فيه الحبل ينعس يفيق يمشي الله يسهل عليه بزز باش بغى ياخذ من عندنا الفلوس. الصراحه راه قليل قليل فين تلقى الناس بحال هكا. البارح في الوقيته اللي كنا نعسنا برا راه كنا غنموتوا بالبرد, راه غير داكشي اللي كان اللي فقنا ولقيناه في الطوموبيل لقيناه جامد جامد. تخيل حنا كنا نعسنا وسط منها بصح كاين البرد بزاف بحال راك لا شويه ماشي بحال ماشي بحال هاد الهيت بحال هكا. شحال ديال الوقت نقدر نوصل التليفون؟ فين ساعتين ساعتين. لا يا اخويا لا نخو. المهم في التصاور ديال الانستغرام ملي كنا كنبغيو نمشيو نقلبوا على هاد البلاصه هادي كانت كتبان واحد الكاميونات كيتصوروا حدا كاع الناس اللي كيجيو هنايا. داونا رجلينا لواحد الطله اللي كتعتبر من التحف ديال امستفران, فيها مصنع قديم ديال العود وواحد الكاميون قديم تما باش نديروا اول محاولات ديال تشعل العواد. امودو استفاق الاطفال في الصباح الباكر وقاموا بقليبه بيضه. باش نطيبوا البيض واتاي باش نفطروا. كمال اكثر واحد دمو بارد والحاجه الوحيده اللي كتحرك فيه هي كرشو ملي كيجي الجوع, ولكن المشكله هي الحطب اللي كاين هنايا سارد بالشا اللي كان تصابو البارح, وجايبين معنا واحد البوطه اللي صغيره اللي قدروا غير نشعلوا بها العافيه ما قدروش نطيبوا بها لا غدانا لا فطور. دابا نحاولوا نجمعوا الحطب اللي كيكون تحت الشجر اللي كيكون شويه ناشف باش نقدروا نشعلوا العافيه. حتى كنسمعوا صوت واحد المراه غادي تعيط لينا وتقول لنا هاكوا العود باش تشعلوا. ومني وصلنا تلاقيت بالصدفه مع واحد السيد غيسولني واش انت هذاك, غادي نقول ليه وي انا خذ خذ الصلاه خذ الصلاه الله يحفظك. واش عادين اي شنو عادين التاويل معليش. هاد السيد حتى هو كان متريبي تما, ومني شافنا حاصلين في الفطور عرض علينا نفطروا مجموعه. فين كتنفع المقله ديال بابجي حيت فيها واحد جوج قنيات من هنا كتخليها تسد على اي حاجه. هادي نورمالمون مقله ميليتير, هذاك الشيء اش كيديروه في هذيك اللعب. نتيستيو البيض فوق العود كي غيجي. راسك قاصح علاش هاد القضيه؟ ما كتسمعش الهضره انت وصلتي لفوق وهز معاك كلشي. راسك قاصح راسك قاصح
باش ما كتسمعش. علاش ما شفتك ما غتهزو؟ علاش؟ كيف راه طلعه صاحبي. طلعه صاحبي راه تقول صاحبي راه كيأثر عليك صاحبي وعاد زيد الاكسجين كيقلي على تما صاحبي. كيقول لك تضرب سمي الجلد ديالك كيضرب على جوج صاحبي. كتقول ليه لا هو دا لا قراو. بغيت اللي بقى لينا نديرو هنايا في الرماد نخليه يتسلق بهذا الطريق. من ورا عرفنا بلي هاد السيد هذا سميتو وحيد ومرته سميتها كريمة ومعاه صاحبه اللي سميتو ايوب. سك عليها قول 1868 اللي قالوا لنا كذا السوا قلنا لهم انتم جنون لك السنه الماضيه الناس اللي بحالنا من وراها قررنا نطلعوا للجبل كاملين. واحد السون هنا بزاف بالجرافيتي ديديكاس للدراري كاملين اللي وصلوا هنايا. هذا ما معاش اللعبه والله ما كيخاف صح. المهم دابا نمشيو نلحقوا على الدراري لوبيرج باش نديروا التليفونات وداكشي كامل اللي تشارجا. ولكن الجبل خاصنا نشارجيو تليفوناتنا حيت كاينه ثلاثه السوايع ديال الطريق للقمه. ها هو شوف شوف ها هو لافيش جينا لهنا جينا لهنا بغينا نشارجيو زعما حنا عرب مغاربه بحالنا بحالهم الكور شارجا وطبيعة الحال حنا حيت مغاربة وعرب واش عرفنا كحال طبيعة الحال ما تشارجيش. القهوة القهوة سالا هذا سعر صفر ما شارجاش. وي الناس هنا والله في الديو غتمشي لدار دار وغتمشي شي فيلاج اصاحبي غتلقى الناس اصاحبي بوساطة اصاحبي عنده اللي بتنا عنده بتنا دربان كنا نقول شي ميشون 50 درهم قلنا غنخلصو قلنا فابو حنا اللي طلبنا هي والله ما يشد ما عندك ريال اصاحبي واش انت مريض ولا مال. حنا غطرا وحدة من المفارقات اللي كنعيشو في حياتنا هي نسمعوا السيد كيسولنا اش خاصكم اسيدي. راه هذا السيد كتبقى الخير الناس في بالضبط ساكن حدا لوبيرج دريس ما اوبير ساكن غير بوحدو غير دار عاديه وراه حبينا كاملين وقال كل تشارجيو عندي شو الخير فين كتلقاه اوبيرج لي نورمالمون كي ريبريزونتي واحد المنطقه جينا حنا اللي ولاد البلاد وفلوسنا قال لك طيحوا لك الضو وما ما غيسربيكش علاش واش بنادم جاي كطلبوا فهمتش انا علاش والله دراوش ملك عايشوا بعضياتهم. لا ماشي فرد هذا كلاس كريمينال كلاس كريمينال كيشبه ليه صلاح كان مسالم بزاف هذا الفيديو وطالب سله بالعنب باغي غير ينشط قمة البساطة بين هاد الكوب اللي زرعت فيهم حب الناس يعاونوهم بلا ثمن ويخليوك تفكر مزيان كيفاش هاد الدنيا ما ساويه والو عند هاد الناس حيت ما عندهم والو وفي نفس الوقت عندهم كلشي. بون الدراري اللي كيجيو للكاتيدرال نصيحة انهم ما يحاولوا ما يمشوش لي زوبرج حيت باسلين هاد المنطقة ويحاولوا يجيو عند بحال هاد الناس هادو منهم سي سعيد منهم بزاف ديال الناس هنايا يجيو عندهم ويرحبوا بهم ويبقاو معاهم بوغ مو انا نبات هنايا ميو كتبو بات في لوبيرج وحداك الضو وداكشي. وهاد الدري هذا والدري هذا من احسن المرشدين كاينين في كاتيدرال عقلوا عليه كيسول على اسماعيل دريس دريس كنقسم لكم بالله حتى كتجول عاد كتعلم بزاف ديال الدروس. كنت جاي من الاول هنايا وجاي منوي ما مولش نخرج بزاف وبحكم يعني كنت كنكون في الخدمه وعادي ولفت واحد الروتين جيت هنايا تلاقيت مع ناس ما كنعرفهمش ما كيعرفونيش ولاو دابا صحابي هما اللي غاديين معايا هما اللي غادي يمشيو يتريبيو معانا هما اللي يمشيو يطلعوا نمشيو نشوفوا معاهم داكشي صافي ولينا كنهضروا بحال صحاب. المهم راه باقي ما كملنا حتى 40 دقيقه باش تعرفنا صافي سالينا حنايا الناس اللي كتدخل عندهم كتولي بحال واحد من عائلتهم منهم كيتعامل هنا بقلبهم ما كيتعامل حتى شي حاجه اخرى وبخير يعني كون كان كلشي كيتعامل غير بديك الروح اللي فيه زوينه وبالحب ما تبقاش شي حاجه سميتها الفلوس ولا شي حاجه اللي كتخلي بيناتنا نعطيك وتاخذ بقد ما نعطيك انا الحب وتعطيني انت الحب وسط هذاك الحب كيدوزوا بزاف ديال الحوايج زوينين اللي منهم ما تسيدوا مراته اللي عايشين الحياه وما مسوقين حتى شي حاجه اخرى في الدنيا منهم ما تجوز ايوبات ايوب عشيري خويا اللي دوز معاه بزاف د الحوايج وايوب الاخر اللي عاتي كيشبه ليه في الكاركتير في كل شيء في الطاوله في كل شيء كتلاقاه حتى هو غير بحال هكا يعني 40 دقيقه ديال الوقت اللي تلاقيتوها نتوما صافي يعني وليتو 20 وليتو ملاقين. لما شارجينا تليفونات خليت للسيد البيسي ديالي بكل ثقه حيت ما نقدرش نطلعو للجبل وشدينا الطريق باش تبدا المغامره للقمه. عديد اه اضرب غير جبل
ايوب شنبوط واحد من المؤسسين ديال الالترا ديال الوينرز، نص عمره مشى غير ما بين الجبال والبحوره. اعطيه اي حاجه في الرويد يقدر يسوقها لك. انتو دوايت شنو؟ وصلنا واحد البلاصه نتسرحوا فيها، دازا دايرين فيها انا الكراسه ومقادين انا بالحجر، عارفين منين في هذا الوقيت في البلاصه هذيك. هي صراحه طلعت كتعيي بزاف، تقريبا يلاه ضربنا شي 10% ديال الطريق. الجهد باش كتحدى الجاذبيه هو التريبل وانت غادي في الارض، وخا هكاك قررنا نضربوا علو 2 ديال الكيلومتر تقريبا. مع حدك غادي كتطلع درجه الحراره كتقل وحتى الاكسجين كيقل. سربوا اخويا سربوا في الجبال ثاني واحد اللعيبه واعر، هي مني كدير شي صوت كتسمع بحال شي واحد كيجاوبك من اللي سمع. او طايح واحد الدروب براو ها واحد ها واحد هنايا شي واحد فايت من لوتي شتي كمان. واحد راه باقي معطل ليه. ما كتخيلش كيفاش واحد من هنايا جا لهنايا. انا مني دابا طليت لقيت ماما باقي تما، ما عرفتش كيفاش درت تقطعت هاد اللعيبات. وصلوا الكوبل وحيد وكريمة، كوبل اختار يعيشوا بين الجبال ويجولوا ما كيهمهم لا دار لا والو. وحيد عنده فوبيا من المرتفعات وديما كتلقاه كيتحدى هاد القضية. المشكل اللي غيطرى ثاني هو الدراري تفرقوا وكل واحد فيهم مشى الطريق، والطرقان في البلاصه اللي تفرقنا فيها كانوا كثار. كتحس براسك بحال في شي متاهه. ايوب وكمال وصلاح وحتى الدري اللي غيقيدينا سبقونا بزاف. اللي خلاني ما نصورش 30% من الطلعه هو لي تليفون سكور كانوا عند الدراري اللي سبقونا. جانا الجوع بزاف وما لقينا غير الخبز هو الحاجه الوحيده اللي واجده هذيك الساعه. الحاجه الثانيه اللي طرات هي بدات كتصب الشتاء، والا صبات الشتاء ما نقدروا نهبطوا حتى للسماء. هايولي علينا اوبليجين باش ولا في الجبل حاشا تصب الشاك وشاي ولي جليس انا وليت سيدي في السيل هنا شفتي نشوف واش غندير. نشوف راه ماكله الوحده ونص صح ابارت لا خويا على الشتا على الغيش الشاك شي الشاك الشتا ما تخافش منه الشاك خويا راه نطيحوا تحت الشجره ماشي اول مره هذه اول صوم لا الا ما حبساش لا راه حتى طحتي تحت لا طايح هذاك الشتا هنايا راك اوبليجي غير طيح في الشجره دراري بغينا نكملوا بس يا صاحبي بدينا نكملوا ولا وصلنا لهنا حتى مالك كامل صافي طلعوا تشوفوا. شي طريق زوينه نقدروا نرجعوا منها منها. هذه اللي جينا منها. كاين شي طريق اخرى؟ لا ما كاينش طريق من واش من الفوق؟ صافي شحال باقي من هنا للفوق؟ عندنا الماء بغيت تشربي؟ هاك المهم شوف الا ما هبطناش في الليل سير علمي احنا راه حاصلين ها الطريقه دي بات لي ماشي هي حاجه اخرى اكتشفت في الطلع ان الباور بانك كاملين هما اكبر كذبه كذبوا علينا في الحياه التكنولوجيه تخربيقه لا دوك الارقام اللي مافيشين فيهم لا والو البنت اللي معنا تخفات ودرنا الطريق والدراري اللي كانوا معنا تقريبا راه وصلوا كنتسناهم زعما باش يمشيو معنا ساهم سبقونا هما اللي عندهم تقريبا كل شيء عندهم تليفونات باش نكمل كملتها ديال ايوب اللي كتوقف وما حدك طالع في الصومي اوكسجين تيقل هي راه بيه العصب بدا كيطلع والخلعه بدات كتزاد ديال المجهودات والمحاولات باش نلقاو الطريق في الاخر كنتلقاو الدراري باش نصور كامل اللي داز داب لا ما بغيتش نوصل للقمه باغي نوصل باغي نشوفوا كيفاش وصلنا لها. كملنا طريقنا مجموعين وكل مره كنقولوا هذه هي القمه حتى كلشي كاع فقد الامل وقلنا نحبسوا هنا ولكن لا خاصنا نوصلوا. كنت كنسحب هذه هي القمه ساعه كنت كنشوف التصاور الناس اللي وصلوا لهنايا كان كيكون حداهم واحد البانو مكتوب فيه امسكران عاد فهمت بلي القمه راه باقا لي. عطوني اثقل حاجه عطوني اثقل حاجه يلا تقلوا دين امين كما كنقول هذه القمه كيقولوا لي سومي يلا تعاد نوقف يلا 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 حتى اخيرا
كنلقاو راسنا كنغوتو غوته وحده. القمه القمه ديال الجبل ديال الكاتدرال. القمه كاع التمارين اللي ضربنا كانت على قبل باش نوصلوا لماسكوت لهاد القمه هادي، ودابا وصلات غنخليوها هنايا. علي دابا جا وقت النزول باش نطيبو ما ناكلو بكل فخر. شدينا طريق الرجوع والمقاومة الجاذبية ولات العكس، دابا هي كتجرك عندها في النزول لتحت. عادي عادي مزيان سير سير صافي هبطو دابا راه وصلتو. خايف على راسك ولا على ايه؟ عليك تشافى سير 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 دابا وصل الوقت ديال القص حيت كلشي وصل باتري فاب. انا عمرها بالعينه بالشوفه بالشوفه. لا واش بدا تشي طريحه لا واخا تعطي الريحه غناكلو وانت واخا انا قلت لك وانت واخا ما عاد دير فيه الخبز كامل مره طبوه غناكلو نايب ترى نوض مكيصيط طوبوك ياكل في الغابه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كتبع الكرش كتقول الدماغ خيبره وبدا تعاود القصاص اللي كير بحيره النعيل ما بين جاش ما بين فهمتيني جاش ما بين ما بين اخ فنير والعيون فيها شي 3500 قطعه راس حبيبه فهمتيني والصحراء عاوتاني كاينه كاينه اش بغيت نقول لك عرف شي داخله كتلقى لا دين بلونش كاينه لا دين بلونش 25 كتهودوا اخر بحر المغرب اخر بلاج في المغرب سميتو بورتو ريكو بعيد على الداخل هاد 100 كولومبي كتفي دابا شي شهرين واعر اصاحبي ولا بغيتي البحور تتمتع طلع شي هاد الناظور اصاحبي الناظور الطرق الساحليه كاين شي 30 بحر بغيتي تتمتع بالجبال الاطلس الصغير هنا اطلس متوسط واللعيبات تتمتع الصغير اش هو تنا واحد تافريوش فهمتيني شد شويه ديال داكشي ديال الويسترن اصاحبي شد شويه ديال اللونغ اللي فهمتيني شد الويسترن تشرب بزاف بحال ما كنهايش بحال كيتابع مع الكوارت ماشي رايح معاهم شويه كشويه كنضبر على مرشد والله ما نكذب كي كحلو اصاحبي خصنا داك المرشد تاخذ منها غير انت جوج كيران ولا فهمتي علاش باش عرفوا عادل وباش تقوا فيه عرفوا من الكونسيبت ديالو انه يوتيوبر عنده يعني عنده ما يقول عنده ما يقول يعني بنادم كيشيقفك راه بنادم كيشوفك ماشي كيسمع لك فهمتي راه ملي كيشوفك وكتصور ليه فين انا مخير مخير في المغرب ما دارش غنهضروا على الكاتيدرا المخير ما مصورش كاتيدرا لا في المرشدين السياحيين لا في اليوتيوبرز كاين موس كاين موس راه بايتو ليكم واش ندير ليه ما بغاش هو فينسي حرام مكلمه مسرب كيبان لينا راه مكلمه مسرب شوف الربيع راه تكون عندك جوج ديال لي طونت وحده ديال البرد وحده ديال الصيف خفيفه المهم وعندك عاوتاني لي برينسيب طابي فهمتيني طابي طابي الساط وساكو شارج عاوتاني على حساب شنو هو فهمتيني والساك كنصح بالساك 50 ايترو فهمتيني 50 ايترو زوين راه واحد الماتيريال الخفيف راه هو اللي غالي وهذه ديال الخبز العنصر انا ديال الاجوج ولكن راه شحال غارقه كيديروا الكيلات واحد كاين الماء وكاين جوج كيديروا الضوء كتخلع شحال واحد ما تما لا ديال الاجوج غادي تلقى لي الحد ديالو ماشي ما تلقاش في سبعه البيبان غتلقى ليه غير هو في الدخله ديالو انك ملي كتضرب عليه
كيخلعك عرفتي شنو هو؟ نعاود لك هاد ليستوار هادي 11 ديال الليل 11 ديال الليل غادي حنايا فين غاديين؟ قول لي فين غاديين؟ غادي الكاسكاد ديال الاجوج هادي اللي وريتك قول في التعب غاديين شوف الليل الظلمه الظلمه شوف اش كتبان لك اقسم بالله عرفتي واحد الوحده واحد الفجوه في الارض كتقول لي واش الجحيم واش الباب ديال الجحيم اقسم بالله كنصحك تدخل لهذيك كيخونا واش نكملوا ولا ندوروا مع الطريق اخرى هي ندور مع الطريق دابا حنا ما عارفينش غادي نبداو نشوف دوك الفيلاج ابرين طلعوا الكاسك كاين الشركه ديالي راه مزيانه هسه ولكن راه كلشي نجيك من الاخر واخا يكون عندك الافكار اي لعبه كابيتال هسه بان كاين شي ولا ما كاينش هسه انا بغيت دابا جو برو باش جو برو شحال دايره ديال 7000 درهم باش تصاوب شي لعبه خصك ماك الساط باش شمونطي خصك والساط راه مشات شي دابا هاد الهوايه ديالك خصك ديفلوبي علاش جات اللحظه اللي ما كناش باغين هي خاصنا نتحركوا مشيت جبت البيسي ديالي ايوا لاباس الله يرحم الوالدين الله يرحم الوالدين شكرا شكرا يو غادي ندير اخر ان شاء الله اوه هتلقاو كاملين هذاك السلام عليكم رخي كامله وانا كنحلل هاد الناس كل واحد فيهم كيدير قلبه وكيفاش اختار يعاونك ويبغيك بلا حتى شي سبب بدايه بسعيد اللي بيتنا فابور ودريس اللي دانا طلعنا حتى للجبل وامو اللي فطراتنا ووحيد ومرتو اللي عايشين حياه اللي ما مشغولهمش اصلا فين كاينين اولا فين غاديين حياتهم كامله دايزه غير بين الجبال ايوب اللي تاهو دوز نص عمره هو كيتسارى جبال بحوره دار المغرب كامل ما كيتسناش هادشي يعطي لا العقله والو كيف ما كيقولوا هو هادشي داروا بحب وايوب وكمال وسيمو وصلاح هاد الناس هادو كاملين لقاتهم الوقت بالصدفه بينوا على المعنى الحقيقي ديال الصداقه الخالصه والرجوله بغيت نقول لكم كاملين شكرا على كاع الدروس اللي علمتوني فين اسيري ها تحسيني دوي شكي خاصه مشى